ده ميد ترم مجموعة جروب 8 تمام بتاعنا احنا، ده الامتحان. طيب الحل بقى دي كده used in C program to write comment. The function printf is called in order to print out a certain message. In the flowchart the diamond diamond طبعا لو عامل كده ماشي the diamond relationship is used for taking decision. The C program execution and testing has four phases: editing, compiling, linking, executing. The different data types that can be used in source code are integer, double, float, char. The format specifier %d is used to format integer numbers. If a بيساوي لو a بيساوي 2 تعمل مع بعض حاجة دي لازم تعملها بهذا الشكل. لو ال a بيساوي 2 ماشي خلاص. بعدين ال b 3 ال c 4 وال d بصفر. What is the value of each of the numeric numbers? Hold a minute. بيقول لك باور سي اس بي في اي اس اس باور يعني باور يعني تلات باور يعني بيقول لك مثلا ان سي اس بي السي بكام السي باربعة اربعة والبي بكام بتلاتة يبقى اربعة اس تلاتة مضروبة في اي ناقص دي اتنين ناقص صفر باتنين يبقى أربعة أس تلاتة مضروبة في اتنين بمية تمانية وعشرين يبقى الخرج بتاع أول رقم كام؟ مية تمانية وعشرين. بعد كده لما يحط لك الحاجة في قوس يعني تتنفذ الأول تتنفذ الإيه؟ الأول فين الأقواس؟ أيوة أدي أول قوس أهو وأدي تاني قوس. أول قوس بي ناقص إيه؟ البي بكام؟ البي بتلاتة يبقى تلاتة ناقص ال ب كام باتنين ادي كده أول قوس مضروب في السي على السي اللي هو بأربعة على القوس ده اللي هو ايه زائد بي. ايه زائد بي بكام؟ ايه زائد بي يعني بخمسة اتنين زائد تلاتة على على كام؟ على أربعة يعني زي ما بتقول أربعة على خمسة على أربعة أربعة على خمسة على أربعة مقام مقام بسط يعني كأنك بتقول ستاشر على خمسة. الكلام ده مضروب في إيه؟ في واحد. ستاشر على خمسة في واحد يعني ستاشر على خمسة يعني الكلام ده يساوي تلاتة واتنين من عشرة خلاص. فالرقم ده يساوي تلاتة الـ value بتاعته اتنين من عشرة. طيب اللي تحت نفس الكلام بيقول لك باور بيوسي البي بكام؟ بتلاتة والإيه باتنين ماشي مضروبة في إيه على سي زائد باور القوس ده يبقى نعمل باور الأول. هنقول ال A بكام؟ باتنين على ال C بأربعة زائد باور D ال D بكام؟ صفر أس A زائد B أس A زائد B ال A باتنين وال B بتلاتة يعني صفر أس صفر أس خمسة بكام؟ صفر. يبقى دي كل الترم ده كله راح يبقى اتنين على أربعة هيساوي نص خلاص يعني خمسة من عشرة. طيب دي سي سي بكام؟ بأربعة زائد الجذر التربيعي بي في بي بكام؟ بتسعة تلاتة في تلاتة
خلاص على A في A في C. الإب كان باتنين، اتنين في اتنين بأربعة، أربعة في سي، أربعة في أربعة بستاشر، يبقى أربعة زائد طبعا جذر التسعة تلاتة على ستاشر، إن أربعة في أربعة بستاشر يبقى سبعة ستاشر، سبعة على ستاشر ده الـ value بتاعتها. اللي بعده بلس بلس سي، يعني نضيف للسي واحد قبل ما يخش في أي برنامج، يعني السي هيساوي خمسة. أوكي طيب، the program must contain the function main، أكيد طبعا صح. The function scanf is used to print out the screen. لا، scanf بتدخل input. احنا ممكن نعمل اللي هو بيقولك صح وغلط، انا هعتبر ان دي مسألة صح وغلط مع التصحيح. فطبعا اللي بيعمل print out اللي هو اللي بيعمل print out ده اللي اسمها printf، اللي هي الدالة دي خلاص، اللي بيطبع يعني خارج على الشاشة هو برنت ايه اف. ادي اول حاجة، مش سكان اف، او ممكن تاكس، ممكن تقول له ان سكان اف دي ما بتعملش برنت، ما بتعملش برنت اوت، بتقول له سكان، سكان اف دي is used to enter okay values of variables from the keyboard variables، متغيرات يعني، تمام، متغيرات بيكتبها من ايه، من الكيبورد. دي قاعدة سكان اف، variables okay. variables from the keyboard، خلاص دي قاعدة سكان اف. شوف اللي بعده بيقول لك i++ increases the value of i by 2. لا، i++ يعني increases the value of i by 1 okay by 1 يعني دي تبقى واحد. The slash n character is used to move the cursor to the left one character. لا، الكلام ده غلط. slash n slash n خلاص يعني enter new line، او بتخلي cursor بتاع الماوس cursor خلاص at او on a new line. بتخلي بتاع الحاجة بتاعت الماوس ان هي تبقى في سطر جديد، يعني انت كتبت هنا وخلصت الشغل بتاعك، انت تعمل سلاش ان تمام، ينزل على السطر الجديد من الشمال ويبدأ من هنا خلاص. خلي الكارزر on left خلاص في الشمال، خط جديد، سطر جديد. slash n enter a new line، والكارزر اللي هو بتاع الماوس، الماوس ده يعني سهم الماوس بيكون على الشمال في الخط الجديد. فدي طبعا هتبقى غلط، مش بيرجع هو حرف، لا ده بينزل سطر جديد. The execution errors deals with the spelling mistakes in the source code. execution error، تعال نشوفها. طبعا دي غلط. execution error زي مثلا ايه، قسمت على الزيرو، مثلا قسمت على الزيرو، واحد على صفر ليس له معنى، ليس له تعريف. فلما جيت نفذت البرنامج قال لي لا ده في حاجه غلط. لكن اللي بيتعامل مع السبيلنج ميستيكس ده بنسميه سينتكس ايرور.
spelling mistakes، يعني بدل ما اكتب integer كتبت tint او كتبت اي حاجة مش مظبوط. تمام. اللوجيكال ايرور بالمره، اللوجيكال ايرور ده the output is not expected، يعني انا مثلا حط الخارج اللي انا كنت عايزه ما طلعليش مظبوط. يعني انا قلت مثلا اكس بواحد وواي باتنين وزد بتلاتة، ولما جيت كتبت القاعده كتبتها مش صح، بدل ما اكتب واحد زد اتنين كتبت واحد في مش عارف حاجه كده يعني شبه. تمام. فده غلط في كالوجيك، غلط. The output is not expected. تمام مظبوط. نكمل. يقول لك the word the three flag can be used as a variable name. طبعا الكلام ده غلط، لان في قواعد تسمية المتغيرات ما ينفعش ابدا برقم. complete the following table if the condition 1 or 0، يعني لو كلام لو القاعده صح حط 1، لو القاعده غلط حط 0. تعال نشوف. يقول لك الاي ب 6 والجي ب 2. الاي ب 6 يبقى 6 على 6. هل دي بتساوي 2 زائد 3؟ يعني هل 1 بتساوي 5؟ الكلام ده غلط، فيبقى 0. تحط في اول خانة ايه؟ 0. بعد كده بيقول لك ايه، هل الاي اللي هي 6 لا تساوي، في البرمجة يقول لك لا تساوي يعني كده، لا تساوي الستة في التلاتة، يعني الستة لا تساوي 18. الكلام ده صح، وتحط واحد. خلاص. اللي بعده، العشرة أكبر من أو تساوي الأي اللي هي 6 ناقص الجي اللي هي 2. 6 ناقص 2 4. يبقى الكلام ده صح، العشرة أكبر من 4 تحط 1. نكمل. الاتنين في اتنين في اي، اي بيساوي 6 اتنين في 6 ناقص 7. اتنين في 6 بكام؟ ب12. 12 ناقص 7 ماشي، أصغر من أو يساوي الجي اللي هي كام؟ 2 ناقص 8. لا طبعا. ليه؟ لأن 2 في 6 ب12، 12 ناقص 7 ب5، 5 أصغر من أو يساوي سالب 6. بتقول 5 أصغر من أو يساوي سالب 6، طبعا الكلام ده غلط فتحط 0. ماشي. طيب اوكي. اللي بعده بيقول لك الاي اللي هي 6 لا تساوي ايه خارج القسمة اللي هو اي على جي. الاي بكام؟ ب6 على جي، خارج باقي القسمة 6 على جي 2 زائد 3. دي معناه ايه؟ يعني هل الستة لا تساوي دي كده ب0 زائد 3؟ يعني هل الستة لا تساوي 3؟ 6 ما بتساويش 3. الكلام ده صح، هي اكبر من. ماشي. طيب لو قلت الجي اللي هي بتساوي 2 ماشي بلس بلس هتساوي 2 صح، لان هو البلس بلس دي معناه انه يزود واحد لو دخلت في عملية حسابية، لو دخلت في عملية حسابية، لان مفيش عملية حسابية فهتساوي 2، فالكلام ده مظبوط. خش على السؤال اللي بعده. طب لو كان العكس، يعني لو كان مثلا البلاس بلاس كت هنا بلاس بلاس جي هنا، في الحالة دي مش يعني هتقول هيساوي الاتنين، في الحالة دي تبقى فولس، تبقى صفر، لأن هو هيزود واحد قبل ما يخش، هتبقى تلاتة مش اتنين.
خلاص تفرق طبعا بلس بلس قبل ولا بعد. اوكي السؤال اللي بعده: draw a flow chart to generate table of squares تربيع وتكعيب أرقام صحيحة من 1 لـ10. ادي الفلو تشارت اهو. بس كل اللي هتعمله انك هتشيل القاعدة الأخيرة دي وتحط 10، يعني ال i أصغر من أو يساوي الايه؟ ال10. طيب نكمل. write a program to print out، دي طبعا أخدناها قبل كده، اللي بتاعت ال specifier اللي هي بتاعت المسافات، مسافات اليمين ومسافات الشمال. أعتقد موجودة alignment output، تمام، خدناها في alignment output، وأخدناها تاني برضو في قاعدة جديدة مش فاكر هنا فين بالظبط، بس هي alignment output، تمام، في الفيديو ده. طيب تعالى بقى نعمل البرنامج ده مع بعض كده سويا ونشوف هنعمله ازاي. نبدأ. احنا عملنا واحد زي ده كده، بس ايه، ما كانش area و volume، كان مساحة ومحيط ايه المثلث. طيب هنا عايز يعمل ايه بقى؟ write a C program to calculate المساحة والحجم الاسطوانة لما يكون ال radius بتاعها وال height يدخلها المستخدم. خلاص هو مديك القاعدتين اللي انت هتستخدمها، كل حاجة مفيش اي حاجة صعبة هنا يعني. نكتب البرنامج مع بعض. سي بروجرام انكلود ستاندرد انبوت اتش. اوكي مين كل محتاج من هنا القاعدتين دول. بس اقولك هتعملهم ازاي دلوقتي. مين طبعا بما ان الحاجات دي هيبقى فيها كسور وكده، فانت احجز الارقام بتاعتك فلوت، فلوت A و V، تمام، ده كده عشان يحسب الايه المساحة ويحسب الحجم. طيب انت عندك ايه الثوابت في المسألة هنا؟ عندك الباي بداية 14، وعندك ال R هيدخلها المستخدم، وال H هيدخلها المستخدم. خلاص R و الراديوس فلوت، يعني مفيش مشكلة، كله فلوت مفيش مشكلة. خلاص ايه الحاجة الوحيدة الثابت؟ الثابت ان الباي بيساوي 3/14. ده هتحطها كده مثلا في البرنامج، بس مش هنا دلوقتي. يبقى اتفقنا المساحة اديت لها مكان في الذاكرة، 2 باي هنضيفها دلوقتي، الار اديتها مساحة، الاتش اديتها مساحة في الذاكرة بهذا الشكل. خلاص كده حجزت ايه الخانات بتاعتي. اقول له برنت اف، اقول المستخدم انتر، تمام، اكيد طبعا الراديوس، ذا راديوس ان هايت اوف ذا سلندر، صح كده. وعلشان المستخدم يحط الحاجات دي من عنده لازم يستخدم سكان اف. سكان اف طبعا عشان الارقام اللي هيحطها فلوت، فنقول سكان اف فلوت. اوكي هيحط كام رقم؟ رقمين في 2 فلوت. اول رقم هيحطه بتاع ايه؟ احنا قلنا radius فهتبقى r. تاني قلنا هيحط ال height فتبقى h. يبقى هو كده هيحط ال radius وال ايه وال height. وليكن مثلا حط radius ال r بتساوي 3 و ال h بتساوي 2، في اي مشكلة؟ تمام. طيب بس هو كده دخل القيمة اللي هو عامل عليها العملية، تمام. يبقى كده تحط القاعدة بقى بتاعتك. عايز تحسب المساحة تقول له ان ال a بتساوي 2، الباي بتساوي كام؟ 3/14. خلاص في ال r، ال r سوى زي ما هي كمتغير، في ال h برضه متغير. خلاص 2 في 3/14 في r في r اللي هو r تربيع. خلاص وتقفل دي. هيطبق لك هو القاعدة دي، تقول انت بعد ما يطبق القاعدة تقول له برنت اف اطبع لي اوكي the value of، او تقول له the area
of the calendar is. طبعا تعمل F. تمام، تطلع برا تقول له طلع لك قيمة ال A. خلاص هتيجي تطبق قاعدة اللي هي الفوليوم، بتساوي ال باي لاتيت 14 تضربها في R في R عشان R سكوير في H، تقفل بتقول له برنت F. اوكي the volume of the calendar is، ممكن تقول له is equal، ما فيش اي مشكلة، كل ده يظهر على الشاشة اساسا. بتقول لي percent f، خلاص تطلع برا تحط قيمة ال v بس، وتيجي في الاخر تقول return 0 return، تقفل البرنامج بهذا الشكل. طبق كده البرنامج، قال لك برضه ما ننساش حاجة برضه، ان احنا نحط slash n عشان ينزل لسطر جديد، slash n في البرنت اوت عشان ينزل لسطر جديد. ماشي، enter the radius and height of calendar. هيحط الراديوس مثلا، اتفقنا ان احنا نحطها في البرنامج هنا بكام، بتلاتة، والهايت باتنين، هيحسب لك بقى الاريا والكالندر والحجم. خلاص ده كده هو الميد ترم بتاع مجموعة 8 سنة 2016. شكرا.